السلام عليكم سيدتي سادتي، أهلا وسهلا بكم إلى موعدكم الأسبوعي، برنامج استوديو المحترفين الذي سنتحدث فيه عن العديد من المواضيع التي تهم كرة القدم الجزائرية، بدءا بنهائي كأس السيدات، أيضا نصف نهائي كأس الجزائر، مباراتين المؤجلتين عن الرابطة المحترفة الأولى، وحديث أيضا عن المدربين والمدربين عبد القادر عمراني وكذا معز بوعكاز مدرب شبيبة بجاية أسعد في هذا السبت، باستضافة خبير التحكيم أو خبير محلل التلفزيون الجزائري توفيق قريشي. مرحبا بك. أهلا وسهلا مسعود، نحييك ونحييك متتبع القناة الأولى التلفزيون الجزائري، وكبير خبراء التحكيم محمد زكريني. مرحبا بك. مرحبا مسعود، جمهورنا الرياضي الكريم، السلام عليكم. محلل التلفزيون مصطفى مازع، أهلا وسهلا. السلام عليكم مازل فلاوي. وأنا سعيد جدا باستضافة الرئيس الشاب وصاحب الإنجاز المتميز بالنسبة للشباب الإيجابي وصوله إلى الدور النهائي من كأس الجزائر بالقاسم حواسي. مرحبا بك وأهلا وسهلا بك. السلام عليكم وزوف الأول. وواحد من المدربين المتألقين هذا الموسم والمواسم الماضية الذي نتشرف باستضافته عبد القادر عمراني، مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة. شكرا على واجب. مرحبا بك ومرحبا بالجميع. سيداتي سادتي، نبدأ مع كأس الجزائر. نبدأ مع كأس الجزائر ونهائي كأس الجزائر للسيدات الذي لعب اليوم بملعب مصطفى تشاكر بالبوليدة بين فتية وئام قسنطينة وفريق جمعية الأمن الوطني. المباراة علقت عليها ليلى بن فرحات. تدريبات الفئات الصغرى قليل وقليل جدا، حذاري بعد هذه الكرة، حذاري 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 ممكن ضربة جزاء، ضربة جزاء فعلا فعلا فعلا، والحكم يعني منذ انطلاقة الكرة تحس انه راح يكون في شيء. هاي الإعادة أيوة للكرة طرف لاويتي لتنهينان هي اللي ارتكبت الخطأ، تأخرت في التدخل. نعم أكيد، الأكيد انه ستغير، وأول هدف في المباراة في دقيقة 22 إيمان مروش. إذا بعد ضربة الجزاء تسجل أول أهداف للفريق وأول أهداف في المباراة لغاية الآن وتفوق أكيد الآن. أكيد أقول لك الأخت ليلى، المباراة راح تغير بفضل هذا الهدف اللي سجلته، أكيد ممكن يكون هدف. إذا كرة ثلاثية ملعوبة، واش قلت لك الأخت ليلى؟ الهدف والله تنبأت بإدريس فعلا، والهدف هدف التعادل بالنهاية، هدف لهدف في الدقيقة 55. أسيا وضح، فتيحة وضح، لفتيات قسنطينة سجلته أسماء وضح، أسماء وهي فتيحة، هي فتيحة المتون نناديها فتيحة. أيوة تعرف قيل لي الآن أنه هي فتيحة بنت أقل من 20 متر في هذه الكرة أرضية مباشرة، والهدف الثاني، والهدف الثاني يعني هدف قلب قلب كل معايير هذه المباراة. وحارس فريق فتيات قسنطينة عندها مشكل في الكرات الثابتة، أحضان الحارس. شوف اللقطة الأخت ليلى، شوف كرة تشاوش رأسية، تشاوش أيوة رأس، ويحرم كرة أخرى. حذاري أمينة، حذاري رمضاني، والحكم يعلم رسميا وبعد 96 دقيقة عن فوز فريق الأمن الوطني بهدفين لهدف واحد وتتويجه بلقب كأس الجمهورية لثاني موسم على التوالي أمام نفس الفريق ونفس الخصم وبنفس النتيجة التي فاز بها فتية قسنطينة. منصبه ومكانته وهذه السيدة الكأس تسلم لفريق الأمن الوطني الذي نالها عن جدارة واستحقاق هذا الموسم، فهنيئا لفريق الأمن الوطني وهنيئا للاعبات وهنيئا للمدرب وهنيئا لكل القائمين ومن فرضوا هذا النظام في هذا الفريق الذي بلغ اليوم. إذن جمعية الأمن الوطني تتوج بهذه الكأس المرة الثانية على التوالي. محمد زكريني، ما فيش مشاكل تحكيمية عند النساء؟ كاين أكثر من الرجال. ما فيش مشاكل تحكيمية، كنت شو المشاكل اللي كاينين عند البنات. وتحكيمي بالنسبة للمباراة لا، ثلاثي التحكيم عباك النهائيات هما خاصة هذول الشباب تاع المستقبل اللي جايين اللي أداوا موسم
في الاماتير وفي الناسيونال يعني مكافأة للنهائي. مكافأة للنهائي الحكم هذا السيد بن شهيدة، يعني بكل صراحة من الحكام الشبان اللي راهم جايين يساعدوا كل من بوغابا وزقاي ثلاثي التحكيم. انا شفت المباراة عجبني الهدف اللي سجلته في السينيور ما نشوفوش حنايا في الاخر، يعني بكل صراحة هدف جميل. ثلاثي التحكيم أدى مباراة جيدة، ضربة جزاء شفناها صحيحة لا غبار عليها، يعني تحكيم جيد، تحكيم جيد رغم صعوبة المهمة. البنات واعرين واعرين مشاكل توفيق. ونعطيك معلومة، هما يطلبوا ما يحبوش تربيتريهم النساء، ما يحبوش، ولكن احنا حطينا مرأة علقت عليها. السيدة الإلهية علقت عليها. توفيق قريشي، نهائي بالنسبة للمستوى الفني. لا بالنسبة للمستوى الفني أنا أعتقد أنه راه في تحسن ملحوظ، خاصة بعد ما حتى الاتحادية وفي الماضي والآن أيضا رأي إمكانيات وتشجيع لهذه الممارسة، لأن حتى على مستوى الفيفا كاين توجيهات لتدعيم كرة القدم النسوية، وبالتالي أعتقد أنه تطور ملحوظ من سنة إلى سنة. يبقى فقط أنه المستوى الممارسة على المستوى الوطني مقارنة بالمستوى الإفريقي يطلب مجهودات أكثر وإمكانيات أكثر باش نلحق إلى المستوى الإفريقي. إذن لابد من عمل أكبر على هذا المستوى مصطفى مازع، لأنه السيدات لازمهم عمل كثير وإمكانيات أكبر لتطوير مستواهن. لا هو في تطوير، هو في تطوير مستمر، خاصة وأن الكرة النسوية كما بدأت ورانا نشوفه اليوم فيه يعني تحسن من حيث الإمكانيات ومن حيث يعني الفنيات للفتيات. لكن نتكلم على الأمن الوطني منذ سنتين هو حائز على اللقب بعدما كانت هيبنة من الجزائر الوسطى قسنطينة بجاية، اليوم كاين الأمن الوطني وغليزان أفا غليزان هي الدكتور أكبر عدد. أكيد نظن أنه اليوم الأمن الوطني يعني بخطى ثابتة لتحقيق يعني ثلاثيات ورباعيات، لأنه عنده إمكانيات، كذلك عنده كل الإمكانيات اللي تخليه أنه يطور الفتيات حتى في فئات شبانية وللسيطرة ربما على كرة القدم النسوية، من كرة القدم النسوية إلى كرة القدم الرجالية. مرحبا بك سي حواسي بالقاسم. سؤال أول، ربما كيف تابعت المباراة الثانية لفريق كما موفق سطيف؟ والله صراحة تابعتها على أعصاب كانت مقابلة صعبة، خاصة أن احنا فزنا بنتيجة 2-1 في سطيف. صافي الفريق سطيفي جالب جاية ما عنده ما يخسر، جا باش يدير مفاجأة. الحمد لله رب العالمين وفقنا، خسرنا بهدف لصفر لكن حققنا تأهل، هذا هو المهم. بعد ما انتهت المباراة ما شفتهاش في شريط عاود شفتها؟ والله ما شفتهاش. يلا نشوفوا سويا لقطات ابرز اللقطات لهذه المباراة التي جمعت بين شبيبة بجاية وفاق سطيف، وعلق عليها بلال بناري. لي نورمالمون دي مون رامي اتاكيو. بعد هذه الكرة الأولى من جانب الوفاق الراسية، ريعة الراسية هذه مرت بسلام على إطار مرمى الحارس حارس البجاوي. يلعب فتح اللعب على الجهة اليسرى، يوجد فرحاني. فرحاني مسترجعة من جانب الوفاق، يبدو بأنه الأقرب، بأنه الأفضل، بأنه يبحث عن الحل. هاي الكرة الهدف الأول، هو الهدف الأول. عبود يتمكن من فتح باب التسجيل لمصلحة الوفاق بعد مرور 14 دقيقة في وقت قلنا بأن الوفاق يبدو بأنه الأقرب وبأنه الأفضل وبأنه الأنشط وبأنه هو الذي يجتهد ويبحث ويريد أن يباغت، فتمكن هذا الموجود أمامكم من استغلال هذه الكرة السحرية المليمترية. ولكن لعبت للرفقاء الستة المتواجدين داخل منطقة العمليات قوية وعلوي. سنتبع لهذه الكرة، هاي المحاولة، هاي الفرصة، متابرة من بن سايح لعبها نياطي دار بالكرة، راوغ المدافع وراوغ حارس المرمى سددها، ولكن من سوء حظه أن المدافع فرحان يأخذ على الجهة اليمنى. هاي جميلة بين لاعبين، هاي جميلة ما فيش وضعية تسلل، هاي جميلة ما فيش وضعية تسلل. ما هذا كذا يخطئ، يطلبها ضاعت
الوفاق متقدم. اللهم إذا فعلتها الشبيبة في هذه الكرة ضاعت مرة أخرى. النصف النهائي في 20 مناسبة شأن وشأن فريق مولودية وهران هو الآخر. التوزيع يا سلام، ماذا يقول الحكم؟ هذه يترك فيها مبدأ الأفضلية وإلا لكان لا أعلن الهدف. هاي الكرة الصعبة، هاي الكرة الصعبة، ضيعها ضيعها. يعني تغير سيدي. هذا عبد المؤمن جابو، هاي كرة، هاي كرة، هاي كرة، ماذا يقول حكم المباراة؟ يا سلام يا سلام يا سلام على هذه الكرة التي أخرج مدافع الشبيبة من على خط المرمى. أهله يعني مع نادي بارادو. بارادو يعني. هاي كرة صعبة. كاد يصل عليها بن سايح. بل وصل عليها وكادت تكون في شباك الحارس زغبا. وينهي هذا الحوار بتأهل شبيبة بجاية إلى المباراة النهائية من منافسة وتأهل كبير لفريق شبيبة بجاية النهائي المرة الثانية في تاريخ هذا الفريق يصل إلى نهائي كأس الجزائر. سي حواسي حتى لقطاتك تشوف فيهم على أعصابك. والله حتى لقطات نشوف فيهم على أعصاب، حتى وين انتهت المقابلة باش عاود رجع لي تنفس عادي. ولكن فريق قدم مباراة كبيرة. لا فريق قدم مباراة. المنافس وفاق الصيف يعني اختصاصي في كأس الجزائر. اختصاصي في هذه المنافسة، الحمد لله عرفنا كيفاش نسيروا. المدرب تاعنا كان قام بعمل ما شاء الله من بداية الموسم، من الوقت اللي جاء لهذا الفريق أعطى روح لهذا الفريق. الحمد لله اليوم شبيبة بجاية أدت مقابلة في القمة، وهذه مقابلة كأس، ما لازمش الواحد يشوف المنافس تاعو، لازم يوجد روحه على اي منافس راح يلعب معاه يوجد روحه. وانتم فزتم على ثلاث نوادي تنتمي الى الرابطه المحترفه الاولى. قدر عمران، انت المباراه المفروض انك شفتها وانت متاهل لانك كنت لعبت قبل اليوم المباراه. شفتها امس. ايوه كنت متاهل ومرتاح، كنت تخمم. كانت مفتوحه لعده احتمالات. هذا الشيء اللي نجم لاحظته. ولو ربما نقول باللي شبيبة الجاية كان الهدف تاعهم هو تسيير المباراة على حساب الفوز تاعهم في مقابلة الذهاب. هذا شيء ايجابي انهم سجلوا هدفين خارج الملعب تاعهم، هذا شيء مهم جدا. وبالنسبة لفاق الصيف نظن باللي ما مسجلوا في بداية المقابلة، سجلوا تقريبا في الدقيقة 13 كان عندهم وقت الكافي، ولكن نظن باللي كان شويه تسرع وكان شويه ربما قله التركيز اللي خلتهم ربما ما يقدروش يسجلوا هدف ثاني. وفي نفس الوقت جاي كانوا قادرين يعدلوا النتيجه، شفنا في لقطه او اثنين كانوا يعدلوا النتيجه. وعلى تبقى مقابله تاع كاس هذه. كاس وكانت مفتوحه على كل الاحتمالات. فنيا توفيق قريشي، مباراه كان في المستوى برايك؟ لا، اولا في مقابله كاس الجمهوريه في بعض الاحيان ما تبحثش على المستوى، المهم هو الفوز والتاهل الى الدور القادم للنهائي طبعا. وبالنسبه لمقابله الكاس المنطق لا يحترم، يعني شاهدوا لو كاين في بدايه الموسم اذا سالنا اي شخص باش يراهن على نهايه كاس الجمهوريه ما بين شباب الوزداد اللي كان وكانه محكوم عليه بالنزول الى القسم الوطني الثاني، شبيبة بجاية اللي دارت موسم متواضع جدا وكان من بين الاهداف هو الصعود الى القسم الوطني الاول، واحد ما كان قادر يراهن. ولكن هذا دليل قاطع مره اخرى ان الكاس عندها منطقها الخاص، منطقها الخاص ومفاجاتها الخاصه. بالنسبه للمستوى الفني بصفه عامه المقابلة مفتوحة، وما شاهدناش فريق وكأننا لم نشاهد فريق ينتمي إلى الرابطة الأولى وفريق ينتمي إلى الرابطة الثانية. المستوى ارتفع من الناحية الفنية وكان متكافئ، وأي فريق يفوز في المقابلة ممكن نقوله أنه يستحق الفوز. فوز في هذه المباراة. ذكرني تحكيمي الأمور كيف جرى؟ لا شفت المباراة، أدى مباراة ممتازة يعني بكل صراحة. حتى الحكمين اللي داروا النصف النهائي كثير من الناس ما كانوش ينتظروا هذا التعيين، يعني بكل صراحة ما كانوش ينتظروا. كانت اونارما دوبل ترونش، يعني لو أخطأوا ولا حاجة كانت يعني بكل صراحة كيفاش هادو وكيفاش لعدة أسباب وكذا.
بكل صراحه السيد بوسليماني والمساعدين تاعو السيد راشدي وبالبشير ادى مباراه جيده. تكنيكمون ما نعرفش يعرف خير مني بصح انا عجبتني. علاش عجبتني؟ فيها فرص كثيره للتهديف المفتوح على كل الاحتمالات. فيها فرص كثيره للتهديف. تكنيكمون عجبتني والتحكيم عجبني اكثر واكثر بدون اخطاء تحكيميه. تكنيكمون تعرف ما نعرفش تعرف توفيق وما زال ما نعرفش معاه. بالقاسم، من بين النقاط الايجابيه هذا الموسم انه عندك مدرب تقريبا ربما غير الكثير من النوادي ولكن في كل مره يقدم مستوى لائق، يعني يعطي الاضافه للفريق تاعه اللي هو معز بوعكاز. والله صراحه معز بوعكاز اللمسه تاعو ظهرت في شبيبه بجايه وين كنا في مرتبه نعاني وفي في في المقابلات في مرحله ذهاب في البدايه هو خاصة. في البدايه خاصه هو جاء الحق جاء شبيبه بجايه في لافاز روتور وين عرف كيفاش يسير الفريق. مالغري الواحد يكون صريح ما عندناش شركه وطنيه باش نكونوا اللاعبين يكونوا خالصين في الوقت، كان هناك مشاكل مالية رغم ذلك قدر باش يسير الفريق. مدرب ما شاء الله ممكن انه يكمل معكم باذن الله لكن وفقنا رب العالمين. العقد تاعو وقتاش ينتهي؟ العقد تاعو ينتهي في الصيف الجايه ان شاء الله. بالك يروحوا له ناس واحد اخرين. احنا دوكا احنا كي هضرنا معاه لا بروميير فوا سيتي ان بروجي اون سيني بور سي موا مي احنا اون امري بيان فوار ان اونترينور ا لون تيرم. احنا اون امري بيان كي اون ستابيليتي في هذا الفريق. عندنا لاعبين ما شاء الله ولا ستابيليتي في ان كلوب مليحه مهمه جدا ومبدئيا هو مع المواصله ومع الاستقرار. احنا مع المدرب الحمد لله فيه تفاهم فيها مشاكل ماليه وين ولكن لابد ان تحل هذه لابد ان تحل. نتذكر سويا المشوار والنوادي التي درب فيها معز بوعكاز وايضا صوره صحفيه عن هذا المدرب بقلم محمد شوماني. يا مسواعد صوب ومر يا تونس الخضراء. من الخضراء تونس إلى سلام سويسرا إلى نجاح بالجزائر، قصة مدرب في العقد الخامس من العمر بدأت هنا وتطورت وأثمرت. من مواليد 2 ديسمبر 1966 من والد جزائري الجنسية تونسي المسقط والمنشأ. لم يكن يدري المعز أن الأصول سترافقه وهو يدشن مسارا كرويا في أوروبا. بداية الثمانينات قاده إلى أفسي سيون أحد قلاع الكرة السويسرية. ختم المسار الأول فدرس التحضير البدني والتدريب أو المناجمنت الرياضي ليبدأ مسارا آخرا في نفس الفريق عضوا في الطاقم الفني. الأقدار وهي تستحضر تنتصر للأصول قادته إلى الجزائر المحروسة عضوا في الطاقم الفني لأحد قلاع الكرة هنا في موسم 2007 محضرا بدنيا في وفاق سطيف. أعوام بعدها حط الرحال بغرب الجزائر ليشرع في صناعة المعز تدريبيا من بوابة اتحاد بلعباس. حينها رافق الفريق العريق في مشوار العودة إلى الأضواء مساعدا للمدرب. سرق الأضواء موسما بعدها في مدينة غليزان عندما قاد السريع إلى أبرز مواسمه، بل كاد ليحقق المعجزة. وبالإجماع عد السريع نسخة بوعكاز ممتعا مقنعا مبدعا. بداية الموسم الموالي استقر بالباهية هناك مولودية وهران الثقيلة في ميزان الكرة غير المستقرة في المواسم الأخيرة، وبها حقق موسما مثاليا إلى أبعد حد قبل الخروج من أوسع الأبواب تاركا الفريق بصدد البحث عن لغز لا استقرار. واصل المشوار نحو بلعباس عائدا معاندا لظروف الفريق المتعب إداريا، استقال ليمنحه مخرجا وديكليكا غادره في صمت نحو بجاية، وبالصمت رافق إدارة جي اس ام بي في بناء فريق شاب ممتع لمستقبل يريده الأنصار كبيرا. بذوره ميركاتو شتاء هادئ، ثماره النهائي الأول في مسار المعز كمدرب،
وقادمه التحدي الثاني لشبيبة بجاية من أجل عيون السيدة الكأس. المعز تجربة سويسرية تونسية جزائرية أكدت ارتفاع أسهم الإطار التونسي عربيا، والفضل لشيخ المدربين هناك فوزي البنزرتي. فهل سيعز زملاء بالمسعود مياطي بن منصور المدرب أبو عكاز يوم الامتحان بعدما نجح أمام أمل عين مليلة أكاديمية بارادو وعز وتاريخ النصر الصيفي؟ الحكاية للمتابعة. إذن المغامرة متواصلة بالنسبة للشباب بجاية. الآن ربما السمعة راح تزيد تاع المدرب تاعك تاع المشاكل الموسم الماضي، لازم تزيد السمعة. أو يستاهل 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 يستاهل. أيوا تدي تلاقينا شحال مرة وتكلمنا شحال مرة، إنسان نظن حاجة ميزة فيه، إنسان خدام صح سير، حاجة ثانية إنسان ثاني عاقل صراحة يعني. فعلا إنسان عاقل وخدام، ما يهدرش كثير ما يشتغل كثير، لازم طلعوا. يستاهل يستاهل صح. وبالنسبه للاعبين عندك مجموعه اغلبيتها من الجهه من المنطقه يعني، الاغلبيه يعني سهلت المهمه ليه، سهلت المهمه. لا عندنا لاعبين من الولايات اخرى، مي فيها قدر يدير هذاك الانسجام، وين اللاعبين صراحه سي دي جوار دو بون فامي، سي دي جوار عائله واحده، يخدموا في صمت، ما فيهاش مشاكل الحمد لله، عارف كيفاش يسير. ما استغلوا ثاني على عده لاعبين في الميركاتو اكيد، غيروا ما غيروا، كاين لاعبين غادوا الفريق في الميركاتو ربما نشن كاين لاعبين، هذا الشيء اللي ربما خلاه هو رفض عده قرارات، فيه بعض اللاعبين اللي احتفظ بهم وفيه اللي غير. فعلا فعلا يعني كانت عنده الورقه البيضاء يعني، ولا واحد الورقه البيضاء الورقه البيضاء، وهذا مهم جدا. سعود انا ندخل ممكن الرئيس تكلم على، قال لك جاء معز بو عكاز وتكلمنا على مشروع. والله استسمحك ومع احترامي للمدرب، ما كانش رؤساء نوادي اللي يتكلموا على مشروع في كره القدم. يؤمنون بالمشروع، ما كانش في الجزائر نقولها ونتحمل مسؤوليه كلامي، ما كان حتى نادي يتكلم على مشروع. المشروع هو النتائج، هو النتائج الانيه. عدت مدربين يعني، مثل اليوم ناخذ المثال تاع بو عكاز، غدوه لو قدر الله في يبدا البطوله في ثلاثه او اربع خمس مقابلات تكون نتائج سلبيه، تصبح الجماهير تطالب بالغاء ورحيله. اذا الامر موش محصور الا في المسيرين ولا رئيس، ممكن كاين بعض الرؤساء النوادي عندهم مشروع على المدى المتوسط ثلاث سنوات ولا سنتين ولا اربع سنوات، ولكن ضغط الجمهور في الحصول على النتائج الفوريه ما يخليكش تفكر ولا تخمم في يوم ما على مشروع على المدى المتوسط. ولكن يمكن، والله شيخ حنا بدينا المقابلات الثلاث الاوائل ما فيهمش، ما كانوش نتائج، رغم ذلك صبرنا عليه على بالنا المدرب عنده كفاءة، وين حنا صافي حنا كونتونا اون لا ريكروتي حوس صافي دير اون فيا لو بون شوا اللي جبناه. سا فو با دير يجي ان اونترينور دير ان بون شوا وما تصبرلوش، الجماهير يديروا عليك ضغط، مي لازم تكون فيها اداره واثقه من نفسها. احنا ما خليناش الجماهير تتدخل في رغم البدايه السيئه، رغم البدايه السيئه احنا على بالنا بلي عنده كفاءات. يافي دو تروا ماتش، مي الحمد لله بدا يعرف اللاعبين و داو النتائج يجيو الحمد لله. مسعود ايضا يعني مهم ان تكون نتائج ايجابيه تبني عليها مشروع. لو نتكلموا على المشروع على الاقل سنتين او ثلاثه هكذا، لو نوقع مع مدرب اشهر ما نتكلموش على مشروع، نتكلموا على نتائج يعني حاليه. يعني ما نسناوش المدرب، لانه صحيح انه معز بو عكاز لما جا الفريق صاب الفريق متشتت، نتائج سلبيه، لازم له شويه وقت، لكن الوقت هذاك ماهوش 6 شهور. لانه لو حنا مقنعين بمدرب مثلا عمراني نجي نتكلم على مشروع، نوقع معاه عقد ل 6 اشهر، ما نتكلمش على مشروع، نتكلم على نتائج آنية. نتائج آنية. والله معليش في لحظات انا السؤال اللي مطروح، من هو المدرب في الجزائر اللي تعدى اكثر من سنتين في نفس النادي؟
سؤال مطروح. صعبة صعبة هذه الأمور في الجزائر. معليش حنا معليش نقطعك في هذه المشروع. حنا مضينا العقد 6 أشهر بالتفاهم مع المدرب. المدرب جاء شبيبة بجاية، وين شبيبة بجاية كان عندها رئيس منذ 25 سنة. تغيير أنا في شبيبة بجاية عندي 6 أشهر. صراحة أنا وافقت الرأي، ما يجيش يمضي مع رئيس عنده ستة أشهر وهو في الفريق ما يعرفنيش. صافي دير أون سيمي داكور على 6 أشهر. 6 أشهر مليحة لكم في 2. بارك الله، هذه هي مليحة ليه ومليحة لينا. لكن ما خرجتش عليه جاية بجاية ولا ما في يروح بالتراضي. حنا أون سي بازي سور 6 موا. عادوك حصلت ها دوك حصلت. احنا بني شوف نقول لك شيخ والله احنا انا بالك في كرة القدم انا جيت بنيتي تفهمنا على 6 شهور، لكن يكونوا فيها الامور مليحة. انا جمري بيان نسيني نمضي معاه على 3 سنوات 4 سنوات. المهم ربي يوفقك ووفقه في هذه الفترة. نتمنى الاستمرارية في هذا المشروع. عبد القادر العمراني نسألك سؤال والمكتوب فعلا كل شيء بالمكتوب. سؤال محدد. شباب الوزداد في المرحلة الذهاب كان عنده 10 نقاط وانت قبلت تمشي مع هذا الفريق، ما هيش مغامرة بالنسبة لك؟ كيف مش مغامرة؟ أكيد مغامرة. كيفاش قبلت؟ أنا هذا واحد وكما قال التوفيق انتحار. شباب الوزداد فريق كبير، سقوطه مشكلة. حتى عبد القادر عمراني مدرب اسمه كبير، إسقاط فريق في يده مشكلة، كيفاش قبلت هذا الأمر؟ والله مش نقول لك مكتوب والنية. لا فيها النية وفيها مكتوب والنية، ولكن والله كما كان يحكي البريزيدون ماما لا وقعت 6 أشهر وهضرت مع الليق قلت له شوف في شهرين لا مشات راني قاعد ما مشاتش نحبس. يعني انت مليح نقول لك كلام قريشي سي فري مستقبل المدرب مرتبط بالنتائج. نحب نكره نقول باللي سي فري هو كان بين هذا كلام طويل و يعني ومعرفتي للسعيد ومعرفتي باللي فيه امور راح تتحل خاصه من الناحيه الماديه التنظيميه. يعني انا في بدايه الموسم انا كنشوف زملاء تاعي راحوا الشباب بالوزداد انا بدي تكلمت معهم كاين اللي مشى كيما بورار عاود بطل، مشى روابح عاود بطل فعلا، شفت الوزداد شهرين ثلاثه بطل فعلا. وتكلمت مع صحابي قلت لك انت كي تشوف دو زونترينور راحوا كيفاش تروح؟ تدير بين باللي ما تقدرش تروح، بين مشاكل ما عندك ما تدير. مي نظن باللي النهار اللي اتصل بيا السعيد كان جات الشركه وحلوا مشاكل اللاعبين كثير مشات تحلت مشاكل. فاش عليك نظن باللي فيه ديون كبيره فعلا. وفي نفس الوقت كان هم يعني الفضل باش يحلوا مشاكل اللاعبين باسكو تجي تخدم مع لاعب ماشي خاص 6 أشهر ولا 7 أشهر ولا 8 أشهر مشكل كبير. إيه ما تخدمش ما عندي علاش نجي. هذا الشيء اللي ربما حمسني انه مشاكل ماليه تنحل وقادرين ننتدبوا 4 ل 5 لاعبين وتكلنا على ربي الاكثر والاقل. بس حبش نقول لك بالنظام اللي نسلكها اذا النقطه تحسب بالدرجه الاولى لسعيد عليق الذي فكر واستقدم عبد القادر عمراني الذي وفق حتى الان في مشواره مع الشباب الوزداد. اخر هذا التوفيق وهذه الانتصارات هو التاهل الى نهائي كاس الجزائر في مباراه قويه ومثيره امام فريق شباب قسنطينه. المباراه علق عليها محمد جمال. كيف ستلعب هاي الكره القائم الثاني منه؟ اول كره ضائعه لبيجو امام المرمى بعد تنفيذ كره خاطئه وتنفيذ كره مخالفه. كره لسعيود ملعوبه داخل منطقه العمليات بالراسيه الممتازه وتفاعل ردة فعل من الحارس لما يتمكن من اخراج الكره. انطلق سعيود خطير سعيود من هناك سلمي وصل سلمي الكره على الجهه اليمنى محاوله لترجع الكره داخل منطقه العمليه. الله 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 لا يمكن ان نتصور. لا تريد الكره دخول مرمى الحارس ليمان. ماذا هناك يقول الحكم؟ يقول ركنيه ركنيه. بالخير خطير بالخير خطير يتمكن من هذه الكره تسديده قويه وجانبيه. اليوم المعادله معقده. كره ملعوبه داخل منطقه العمليه تنفع وكانه لم ينتبه حتى يعني حتى تكلم انه التماس انه يترك اللاعب بالقوه. سنيوت داخل منطقه العمليات بالراس والهدف. الشباك في الدقيقة 74 يتمكن من الوصول
ممتازة، عرضية من بوسليو وكوتشينج ممتاز للمدرب عبد القادر عمراني. بوسليو صنع الفرق في الكرة على الجهة اليسرى والتوزيع الأرضية واحد مقابل واحد. كرة مقطوعة تتحول إلى عملية هجومية. سعيود خطير، سعيود خطير، سعيود ينطلق من هناك، سعيود يحاول، سعيود يقدم كرة على الجهة من هناك جانبية. كان قريب الحكم من اللقطة. نسخ يسدد بالقوة والحارس لمن التدفيع القوية يتمكن وببراعة من إخراج الكرة إلى ركنية. لمن على الصورة بارع جدا، قوة كبيرة في التسديد. حاولت المرور، هاي المرور أول وثاني. بوشار يحاول على الجهة اليمنى من هناك، يحاول تغطية داخل منطقة العملية. يا سلام، لاعبين اللي دخلوا جمال في الشوط الثاني، اللي دار تمريره واللي سجل. التوزيع الارضيه، التوزيع الارضيه والوصول بالقدم اليسرى من بوسيو. الامتياز في المراوغه والانطلاق، وكره ثنائيه ممتازه بين اللاعبين في الشوط الثاني بين الاحتياطيين. صافره الحكم السيد بوعبد الله تنهي المباراه بعد 120 دقيقه بتفوق شباب بلوزداد بهدفين مقابل لا شيء امام شباب قسنطينه. كان سجل جرار في الدقيقه 73 وسجل حايس في الدقيقه. شباب بلوزداد في نهائي كأس الجزائر لهذا الموسم. سعد قادر عمراني، الصور ربما كي كنت في الملعب ما كنت تشوفهم كيما راك تشوفهم برك، راك مرتاح وفريقك كان في يومه، كان في احسن احواله. اظن كانت فيه رغبه كبيره من اللاعبين، ولو في الشوط الاول اظن باللي ما كنتش راضي لانه فيه يعني نرفزه زياده من اللاعبين، قله تركيز، غضب بلا فايده اللي خلينا ربما نخرجوا من المقابله في بعض الاحيان. هذا الشيء اللي ركزت عليه ربما في الشوط الثاني، اني طلبت منهم انه ينساو يعني نتيجه المباراه، باسكو سانتا مومون كي جوار يدخل يلعب ويخمم في لافان تاع الماتش ما يلعبش خلاص. هذا الشيء اللي حاولت نخليهم ينساو ويلعبوا الكره وما يخموش. هذا اللي خلانا ربما ادينا دور احسن في الشوط الثاني. ايضا وفقت في تغييراتك، تغييراتك اتت بالجديد اللي كنت تتمناه. والله باش نقول لك كنت عارف باللي يديروا هذا الشيء. لا نحكم بعد اكيد. ايه نكذب عليك باسكو في بعض الاحيان في تغييرات اضطراريه، في تغييرات على حساب اللاعبين اللي عندك كاحتياطيين. ما يخفاش عليك باللي اصابه اللاعب سومانا نقصت من القوه تاعنا من الناحيه الهجوميه. كان عندنا في نفس الوقت ثاني اصابه عطيه اللي هذا منذ شهر ومليسي، يعني ما كانش عندي حلول كثيره في الهجوم. هذا الشيء اللي خرب، ما نستعمل اللاعبين هذو باسكو كنت لعبت قبل حايز في هذا المكان. اللاعب الوحيد اللي ربما ما دخلش في البطوله هذا الموسم وربما زروال طول ما لعبش كثير اللي دخل في المقابله هذه. ووفق في ادائه في هذه المباراه. مصطفى مازا، فني المباراه كانت مقبوله جدا. لا اكيد كانت مقبوله، خاصه وان شباب بلوزداد كان متاخر بهدف مقابل صفر، يعني مقارنه بمباراه الذهاب. لكن نظن انه شباب بلوزداد في الشوط الاول حقيقه انه كانت عنده بعض الفرص، سعيود كداد ولاعبين اخرين كانت عندهم فرص، لكن كانت هناك بعض من التسرع من اللاعبين، دخلوا في تسرع كبير. لكن نظن في الشوط الثاني مع دخول زروال بوسليو نظن انه في الاروقه كانت هناك حيويه وكانت هناك سرعه لهذا اللاعبين، واعطوا اضافه كبيره للاعبين. وزيد الى ذلك الهدف الذي سجل على ربع ساعه قبل نهايه المباراه. نظن انه شباب بلوزداد كانت عنده امكانيات فنيه بدنيه حتى ذهنيه، وين حسينا انه اللاعبين كانت عندهم اراده وعزيمه باش يوصلوا الى الهدف. في المقابل توفيق السياسي هما ضاع ابرز واهم اهدافه في هذه المباراه. نعم، نقول ان مجهودات شباب قسنطينه ضاعت اكثر في كاس افريقيا، ضاعت في حتى في الابتعاد على المرتبه الاولى في البطوله. من ناحيه الذهنيه كاين فريقين من ذهنيات مرتفعه جدا اللي خرج من وضع متدهور، وشباب بلوزداد مع تحسن الظروف كل الظروف المحيطه بالفريق، وفريق يتنازل نوعا ما من ناحيه المستوى الذهني بتضييعه لعده اهداف كاس افريقيا البطوله الوطنيه. وفي الحقيقه كاس افريقيا لم يكن تضييع اهداف لانه اقصيه، ولكن نقدر نقول بشرف لانه حقق اقصيه بشرف، ولكن
كانوا متمنيين يوصلوا الى ابعد حد، وبعد الانهزام والخروج من كاس افريقيا كاين نوع من التاثير السلبي من الناحيه الذهنيه اثر على الفريق، زيد انه في البطوله ابتعد عن المراتب الاولى، كل هذه خلت ممكن الفريق يدخل في حلقه شك تاع امكانيات اللاعبين، وامام انا اقول فرض منطق تاعهم شباب لوزان لانهم في منحنى تصاعدي من ناحيه من جميع النواحي من الناحيه البدنيه. نقول لك حتى بكل صراحه فريق شباب لوزان ما داش تحضير جيد من الناحيه البدنيه، ولكن الذهنيات اللي كانت مرتفعه خلات اللاعبين يبذلوا مجهودات اكثر من الطاقه تاعهم داخل الميدان، خاصه وانه الكثير من الاشياء تحسنت في محيط الشباب. بالنسبه الفريق شباب قصرتي باسكو نظن بلي عندي فكره على هذا الفريق وتمنيت باش ما نلعبش معاهم، ولكن هذه هي كره قدم لانه طلبتني علاقه كبيره بالانصار تاع الفريق وهذه المدينه، اشتغلت تقريبا سنتين يعني نجم نقول لك من احسن الايام اللي عشتهم مع انصار شباب قسنطينه، ولكن انا الشيء اللي لاحظته ربما كثافه المقابلات اثرت في الفريق فعلا. كثافه المقابلات وفي نفس الوقت الاصابات فعلا. هذا الشيء اللي ربما وفيه ضغط نحبوا ننكره تانيك، فيه ضغط اللي ربما اللاعبين في بعض الاحيان الضغط شويه اثر عليهم فعلا. هذا الضغط اللي ربما خلى بعض اللاعبين يديروا اخطاء اللي ربما ما سمح لهمش يكملوا المقابله، هذا الشيء اللي ربما تاني لازم واحد ياخذه بالاعتبار، ولكن عندهم فريق لاباس به اللي يقدروا يكملوا به البطوله في الظروف يكملوا به البطوله، والتفكير ايضا في المستقبلين القادم سيكون افضل واحسن بالنسبه خاصه لشباب قسنطينه. استاذ سعود شيخ تكلم على كثافه المباريات مثل شباب قسنطينه وفاق سطيف شباب التصاوره نصر حسين داي ومديت الجزائر اللي بداوا الموسم تاعهم مبكر، بداوا في بدايه جوان يعني كانت عندهم منافسات قاريه واقليميه تحتم عليهم انه يبداوا التحضير يعني مبكر. شباب قسنطينه اليوم راهو 11 شهر مثله مثل سطيف هو يعني في المنافسة يعني هذا شيء كثير ويزيد من يأثر على اللاعبين ويأثر كذلك على سلامة اللاعبين والإصابات تكثر من هذا من هذا الكثافات البرنامج. ذكرني تحكيمي كيف كانت الأمور؟ مباراة صعبة مباراة كبيرة نصف النهائي معناتها أو رايح النهائي يقولوا وصل للبير وما شربش اللي ما يديهاش بصح نصف النهائي يقولوا أو رايح للبير مباراة صعيبة، الفريقين يريدون الذهاب إلى النهائي. دار المباراة سيد بن عبد الله ميسوم حكم فيدرالي وساعدوه حكمين دوليين مساعدين عبد الحق تشالي وعمر بو عبد الله، يعني المساعدين ولا خطأ ارتكبوه. حكم الساحة كان ممتاز من كل النواحي، كان قريب من اللقطات، لياقة بدنية جيدة، تمركز جيد، ما عدا حالة تحكيمية واحدة. أنا هذه اللي نقول دائما للحكام في المباراة ماشي تشوف غير الفوق. شوف لتحت واش كاين يلا شوفوا اللقطه ونشوف في حاله تحكيميه واحده لا المساعد ولا الحكم شافها صعبه وصعبه جدا نشوفوا التي في البطاقه الحمراء هنايا يستحق يطو ما فيش كلام كتبوا لي كاتكو ما فيهم حتى كلام البطاقه الحمراء وخرجوا ما دار ولا شيء لان على ضرب دبزه هاي عندك هذيك شوفها شوف لا ضربوا بدبزه خليها شوف بنو خو واش دار اوب واش تقولها هذه؟ كرازالو لو بي دحس الرجل دحس الرجل واش كاينه لا بارتي اوتيليزي ايوا ولا بارتي توشي هي المستعمله ولا فورس ولا ديستونس هذيك شوفوا طلع رجله افيك ان فورس لافون بي كرازالو رجل هنا بصح شوف المساعد واش شاف شاف الدبزه تعيطوا علاه يشوفوا غير الفوق شوف عاوده شوفوا الاخوه شوفوا الاخوه رجلو لتحت رجلو دخلوا في اللعبه رجلو شوف رجلو ايوه باين اللقطه كراس اللغط باين لينا احنا على كل هنا كان لابد عليه ان يخرج البطاقه الحمراء للاعب لهذا ال 23 هذاك مفروغ منه يطو الكود بوا باين باسكو لي كات كو ما فيهم حتى حساب كود بوا كود بي كود تات كود بول ما فيها حتى هضره بصح هذه ما شافوش هما شافوا غير هنا ما عدا هذه الحاله ادى السيد بن عبد الله يعني بكل صراحه ادى مباراه جيده هذا بالنسبة لهذه اللقطة التحكيمية. سعد قدر عمراني يقولون أنك المدرب المحبوب من كأس الجزائر، الكأس تحبك بزاف، شحال فزت بكأس أنت؟ أنا خسرت دو كوب وشحال فزت بوحدة؟ أنا خسرت زوج وحدة مع بجاية وحدة مع قسنطينة صح وشحال ربحت وحدة؟ ثلاثة في نوادي مختلفة هي أنا عندي وحدة خير منهم كاع تعمل؟ في 93 ومالي مالي 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 جونيور تاع الوطن
في 93 هذه كي كان هبري وخربوش و لا ميم كي جديت معهم في الجزائري في عنابه لا ميم كي جديت معهم في 98 98 في سان جوي مع لمسيو مع لمسيو لي ميم جوار داو معايا كوب الجزائري 93 جونيور في تلمسان عاودوا معايا كوب الجزائري في 98 مع لمسيو نتذكر سويا بعضا وجزءا من مشوار عبد القادر عمراني مع السيده الكاس نعم مع السيدة الكاس في هذه الورقة الصحفية من عبد الرزاق رمضان. بلوغ النهائي والتتويج بالسيدة الكاس حلم أي لاعب أو مدرب وحتى رئيس ناد، فما بالك الطموح برابع الكؤوس ومع أندية مختلفة. الحديث هنا عن المدرب عبد القادر عمراني صاحب 63 عاما، المدرب الرحالة الذي جمع الغرب بالشرق وما بينهما وحتى الجنوب. استهل المشوار من مسقط الرأس تلمسان التي فتحت له الأبواب للتألق مع الوداد المحلي وإثبات الذات، عندما توج برفقته بأول الألقاب كأس الجزائر 98-900 أمام الجار مولودية وهران، قبل التعريف بالاسم عربيا بحصد كأس العرب مع الوداد أشهرا بعد ذلك. السنوات تمر والعمل الدؤوب لم يتوقف، ليصطع النجم مرة أخرى سنة 2005 عندما افتك الكأس بمعية جمعية أولمبي شلف التي قضى معها مواسما عديدة، ليعيش عدة تجارب أخرى رفقة اتحاد بلعباس، اتحاد البوليدة، اتحاد الجزائر، اتحاد عنابة، أهل البرج، وما بينهما العودة والحنين إلى الأصل فريق القلب الوداد تلمساني. عمراني ففي كل ناد لديه قصة، وفي كل قصة أخذ العبرة واستخلص الدرس وزادته من العزيمة لتأكيد إمكاناته التي توجته مع مولودية بجاية بثالث الكؤوس عام 2015 وأول الألقاب للموب. ابن تلمسان صرح ذات مرة في 2013 أنه من الأندية التي تستهويه فكرة الإشراف على شباب قسنطينة الذي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة وملعبا يعد جوهرة رياضية، كما أن العمل في بلوزداد يغريه. الأمنية تحققت، فالنادي الأول توج معه الموسم الماضي باللقب الغائب عنه لأكثر من 20 سنة قبل أن يحمل على عاتقه مهمة إنقاذ الشباب وإرجاع هيبة الاسم في موسم استثنائي لأبناء بلوزداد. لحد الآن عمراني أثبت أنه في الطريق الصحيح، وحنكة علق في التعاقد معه لم تكن عبثا بل كان خيارا مدروسا، وحلم الشباب التتويج بثامن الكؤوس والكهل عمراني برابعها. رابطة المحترفة الثانية، أي موسم لك يا عمراني؟ ما هذا الذي تفعله مع مولودية بجاية؟ وهذا أمر ممكن بالنسبة لشباب لوزاد، لكن شبيبة بجاية لها ما تقوله في نهائي هذا الموسم. طبعا نهائي هذا الموسم الكثير من تحدث عنه، التاريخ يكون 4 ماي. الأخبار التي لدينا هو أنه لا يمكن أن يكون في 4 ماي. الاتحادية تقدمت، الاتحادية الجزائرية طبعا لكرة القدم، بطلب لمصالح رئاسة الجمهورية طبعا لاختيار الوقت المناسب لبرمجة هذا النهائي، لأنه يجب أن يجرى النهائي في أقبل 28 جوان القادم، يعني كأقصى حد هو 28 جوان القادم، بسبب أن المنافسات الإفريقية الموسم المقبل تنطلق في شهر أوت، والجزائر أو الاتحادية الجزائرية ملزمة بتقديم أسامي أو أسماء الأندية المعنية بالمنافسات القارية لأنها تنطلق شهر أوت المقبل. توفيق قريشي، نقدر نعتبر عبد القادر عمراني من أنجح المدربين على المستوى الوطني؟ لا بدون مجاملة، أنا مباشر زميل، ولكن نظن المشوار اللي داروا في التدريب في كرة القدم خلاه في كل خبرة يكتسب إمكانيات أكثر لتعطيه مفاتيح النجاح في المستقبل تاعه. نظن حتى 62 سنة مازال قادر للعطاء أكثر يعني، ومازال الله يبارك راه هو شاب، ولكن أنا أقول أن الرزانة تاعه أيضا ماهوش مجاملة، ولكن رزانته وتواضعه خاصة الآن عندما يتكلم لك، عندما سمعناه منذ قليل يقول لك تغييرات اللي درتها تغييرات ناجحة، يقول لك ما كنتش نتصور أن اللاعبين كانوا المردود التحمي يقول
حسب التغييرات، يعني ما كانش يتوقع دار تغييرات حسب الظروف، ممكن تغييرات تنجح وممكن كان قادر بعد نجاح اللاعبين في التغييرات يقول لك كنت نتوقع لان كنت نعرفهم بلي يلقوا الحلول، ولكن قال لك ما كنتش نتوقع. هذا اللي يخلي المدرب عندما يكون متواضع وعندما يعرف انه في كل مرحله راح يستفيد منها للمستقبل تاعه تخليه ينجح اكثر، وتواضعه هو اللي خلاه محبوب من طرف الجماهير. طبعا نتمنى له التوفيق في مهامه وفي المباريات القادمة. نتذكر أيضا شباب الوزداد، ذكريني وقتاش آخر كأس فاز بها شباب الوزداد؟ 2009 ضد شباب 2011 مع وفاق سطيف. لا موسم الماضي، الموسم قبل الماضي 2017 معليش لي بيل راحوا له. لا نزلت لي مع الضوش في البرنامج قال لي نعست. لا لا على كل شباب الوزداد اخر تتويج له كان سنه 2017 نتذكر سويا هذا النهائي الذي علق عليه سامي نور الدين. بدو زكي سيت لكم بعد قليل هذا النهائي 2050 جابو راح يغير فعلا. وصل الكره الجهه اليسرى لزكريا حدوش. ممتازه ممتازه، خروج في الوقت المناسب. طلع على با كذا الكره صعبه اللي جابو وفاق سطيف. الكره ما تخرج مباشره للتماس. التغطيه من شرفاوي، تغطية من شرفاوي. لا التغطية عفوا كانت من لاعب آخر نشاهدها. شوف زكريا التغطية كانت من الشبيرة. هريات يضيعها وينطلق بقروة، ينطلق عادل يراوغ الأول ثم الثاني، ينطلق أمام المساحة والوقت هل في وضع تسلل؟ لا ما في وضع تسلل. هاي خطيرة، هاي خطيرة، أكيد هتكون في بطاقة. شوف با قوة بالقدم اليسرى، بالقدم اليسرى. الآن مشاكل شباب الوزداد راح تزيد لأنه الآن فيه لاعبين. شريف الآن هياخذ مكانه، راح يساعد كثيرا علي لاكروب. لو سجل الشباب في هذه الدقيقة 86 مجهودات كبيرة. شوف شوف طالونات ويرفع راسه ولكن كانت عالية. وإلى من دراوي من هناك كرة صعبة لصالح بالمزداد. هاي كرة شريف ضيع فرصتين ذهبيتين، الثالثة كما تقول أنت ثابتة، وهدف رغم ارتماء الجميلة من الحارس خديرية، هدف مقابل صفر لصالح الشباب أمام الوفاق. المباراة لم تنتهي فعلا، ويفوز شباب بن وزداد سيداتي ونسي سلتي بالكأس السابعة بعد فوزه. طبعا هذه هدية من البرنامج لمحبي ومناصري فريق شباب بالوزداد. محمد زكريني شبيب بجاية عندها كأس واحدة 2008 الله وسعدك فيها. لا لأن التركيز تاعي هو عبد القادر عمراني. اسمع ما تنساش عمراني عنده أكثر من 30 سنة في التدريب، كان كنت مركز معاه هذيك. معلش ماشي مشكل، ما كنتش مركز. هو يحب 2007 2006 لا 2008 كنت في الملعب. شوف القاسم شحال كان عمرك لما فاز شبيب بجاية بالكأس الأولى؟ 26 سنة. 26 سنة كان مناصر يعني. كان مناصر كان صغير وما زال صغير. نتذكر أو قبل ذلك توفيق قريشي شكون اللي علق 2008 مع ماكش نتذكر؟ لا ما نتذكرش. بالك باللي أنت كنت محلل في التعليق ممكن جدا، ولكن ما نتذكرش لأن حللت عدة مقابلات عدة مباراة. على كل حال نتذكر سويا التتويج الأول والوحيد حتى الآن لشبيبة بجاية في نهائي سنة 2008 المباراة بتعليق عبد الحفيظ شايب، والمحلل كان آنذاك أيضا توفيق قريشي. لمواجهة تاريخية ستبقى عالقة في ذهن محبي كرة القدم الجزائرية بين الوداد
قلت صاحب الخمس نهائيات يعني اليوم خمس النهائي الخامس 2008 و رئيس السلطات الوطنية زغدود في تنفيذ هذه المخالفة محاولة وتدخل قوي. طبعا المدرب السيد خزار الهادي على الصورة. هذه الكرة يخرج كورتو في وسط الميدان لبوكساسا. بوكساسا دغيش دغيش ينطلق دغيش بسرعة بسرعة كبيرة أمام بوشقجي بوشقجي ودغيش دغيش ناحية فريد غازي. فريد غازي ما يوقفش الكرة هذه وترجع لبوكساسا الهدف الأول والهدف الأول لصالح بوكساسا هدف جميل جدا من بوكساسا في مرمى الحارس كووي هدف رائع وجميل وعمل من دغيش مصباح دغيش مصباح ناحية فريد غازي ودون انتظار في تمرير الكرة ناحية بوكساسا الذي يسجل الهدف الأول شبيبة بجاية وهكذا تهتز المدرجات نشوف الإعادة ما فيش وضعية تسلل ما فيش وضعية تسلل لاعب بذكي ممكن يسجلها صعبة المحاولة هذه لصالح وداد تلمسان تبقى لهبري يرجع هبري في من الدفاع ناحية الهجوم هبري يفتح مباشرة ناحية الجوكام ليخرج وربما راح تكون من بن موسى وتعديل النتيجة من بن موسى في الدقيقة الثامنة في الدقيقة الثامنة والتاسعة يسجل الهدف هدف التعادل اللاعب بن موسى بعد خطأ من الدفاع ومن الخرجة اللي خرجها الحارس نجوكام خرجة خاطئة من الحارس نجوكام كلفته هدف هدف ضربة ترجيحية الأولى بن موسى وينجح نجوكام في اقتناص هذه الكرة الأولى قائد الفريق وقووي زغدود وقووي وزغدود في أو الكرة في مكان ودفاع لاياتي لاياتي بيسجل شبيبة بجاية ويسجل يسجل دراحي ضيف عبد الحميد والحارس نجوكام يتعلق والحارس نجوكام يتعلق من سيتعلق يتعلق براهم شاوس وتفوز شبيبة بجاية بكأس الجمهورية فوز شبيبة بجاية بكأس الجمهورية بعد طبعا سلسلة من الضربات الترجيحية إذن هذه فرحة كبيرة وكبيرة جدا لفريق شبيبة بجاية بهذا التتويج التاريخي بكأس الجمهورية على هذه الصور الجميلة جدا سيداتي أو سيدتي نشكر الفرقة طبعا صور جميلة ومتميزة جدا وهي أيضا هدية من البرنامج إلى كل أنصار شبيبة بجاية سيبقى قاسم حواسي من دون شك حبيت هذا الصور تكرر والله إن شاء الله هذا حلم خاصة بالعام الأول كرئيس في شبيبة بجاية نتمنى تكرر هذا الصور طيب ترك تحدث عن اللاعبين ولاد فاميليا او يعرفوا يلعبوا طليتوا فيهم شويه اعطيتهم بريم والله مش نقول لك صافي دير على قدر الامكانيات تاعنا شحال اعطيتوا لهم معليش اعطينا لهم بريم يستاهلوا اكثر مي اعطينا لهم بريم للدواء صحتهم وتسنام بريما كبيره كي يفوزوا بالكاس باذن الله لو فقط راهم يشوفوا فيك وراهم يسجلوا يستاهلوا على كل ان المهندس والمدرب الذي فاز بهذه الكاس الوحيده لفريق شبيبة بجاية كان الهادي خزار اللي هو معنا على التلي او الخط الهاتفي مباشره الهادي خزار مساء الخير مساء الخير مسعود ومساء الخير لضيوفك الكرام القادر وحوسي حواسي ومصطفى وتوفيق وخبير التحكيم سيد كريني وكل متابعين تلفزيون جبهة الذين ذكرتهم وكل متابعين يتساءلون أين هو الهادي خزار؟ الهادي خزار هو متواجد في الإمارات العربية المتحدة وبالضبط في إمارة الشارقة وتنقلت لظروف عائلية أنا متواجد أنا والعائلة تاعي الصغيرة لهذا يعني غبت العام اللي فات الموسم الماضي وما دربتش يعني في الجزائر قلت ان ندير امبريك ونعاود نراجع روحنا جات الظروف يعني مهيئه باش الانسان يعاود يراجع حساباته ويعاود يشوف الشيء اللي قدمه الايجابي والسلبي
باش من بعد يعاود يقفز يعني قفزه نوعيه ان شاء الله في المواسم القادمه ان شاء الله. نتمنى لك ذلك، ولماذا تجربه اخرى احترافيه خاصه في الامارات العربيه المتحده؟ طبعا الهادي خزار انت كنت وراء او كنت من بين الذين ساهموا في تتويج شبيبه بجايا، لو تذكرنا كيف كانت الاجواء انذاك، ومن دون شك تتمنى لشبيبه بجايا ان تحقق انجازا اخر بمثل انجاز الذي حققتموه في سنه 2008. صحيح مسعود، اولا قبل كل شيء نهنئ فريق شباب الوزداد والمدرب عبد القادر عمراني على وصولهم للنهائي، ونزيد نهنئ ثاني فريق شبيبه بجايا ومدرب الرئيس حواسي. نتمنى ان شاء الله تكون مقابله في القمه في الاسابيع القادمه ان شاء الله. بالعوده الى العامل النهائي وعامل الساكن كما نقولوا تاع الشباب شبيبه بجايا، هو كان موسم صعب يا مسعود، كما يعلم الجميع، نعود نرجع شويه للوراء، لان بعد نهايه الموسم 2006 و2007 هاجروا 15 و16 لاعبين، يعني من بينهم راحوا 12 لاعبين راحوا لمولوديه بعبادنا، ولاعبين راحوا للقبه اللي هما بلطرش وبرقيقه، والباقي الثلاث لاعبين على فرق صغيره هكذا. تحكمت علينا نعاودوا نكونوا فريق في ظرف 15 يوم، كان متواجد برفقتي المسير رشيد الرجاج اللي لعب دور كبير في هذاك الموسم ككل المواسم بطبيعه الحال، وكان معنا ثاني اللي راهو الشرف كبير يعني في هذاك لو ساكري سيد علوي علوي اللي لعب ثاني دور كبير بدون ما ننسى الرئيس بوعلامتيه. فبعد بدايه الموسم يعني الهدف الاول اللي كان سطرته الاداره هي البقاء، ضمان البقاء في القسم الاول. هذه الكاس الجزائر كانت مغامره، مشينا في المغامره، وكان المقابلات في الوقت هذاك 2008 يا مسعود كانوا تلعبوا في ملاعب محايده، يعني لعبنا في كل المقابلات، لعبنا كل الادوار لعبناها في ملاعب محايده، يعني ولعبنا مع سعيده في دور الثمانية، في دور الرابعة مع مولودية وهران، دور نصف النهائي مع الحسن داي، والنهائي كما شاهدتوا مع وداد لمسان. كان عندنا بعض كيفاش نقولوا الحظ، لأن في بعض المقابلات خاصة مقابلة مولودية وهران اللي يعني عدينا الدور النصف النهائي بأعجوبة، لهذا نظن نلعب بالحظ وإحنا أمننا في القدرات تاعنا. ومشينا في هذه المغامره حتى النهائي، النهائي كان يعني 50-50 بيننا وبين كمسان، زدنا مشينا لضربات الترجيح، تأهلنا وساهمنا في هذا الإنجاز ولو بقسط صغير، بدون ما ننسى الطاقم الفني اللي كان معايا أبو سكين سمير ومدرب الحراس تيفور الحالي. حليم تحية لهم على كل، يعطيك الصحة الهادي خزار، موفق إن شاء الله في مشوارك، تحياتنا لكل العائلة، نلقاك إن شاء الله في مناسبات أخرى بحول الله. على كل هذا كان حديث مع الهادي خزار اللي كان وراء التتويج الوحيد لشبيبة بجايا، والفريق ربما يطمح للتتويج ثاني سي بالقاسم، فريقك ربما على صعيد البطولة كان من الممكن أن يحقق أفضل مما حققه، يعني بالنظر إلى ما قدمه في كأس الجزائر كان ممكن ربما يكون ضمن ثلاثة أو أربعة الأوائل في بطولة هذا الموسم. والله إحنا كي جينا أول مرة الفريق شبيبة بجاية لقيناه في وضعية صعبة، في وضعية صعبة وين كانت مهمة انتحارية، مي الحمد لله قدرنا باش صافي دير اون سوي كومون ديماري هذا الفريق، درنا فريق باش نلعبوا على البقاء، وشفنا بلي اللاعبين بمجيء المدرب معز بوعكاز ولاحظنا بلي قادرين باش نلعبوا ورقه الصعود، وين غيرنا لوبجيكتيف الهدف تاعنا، غيرنا الهدف تاعنا ونايسي باش نلعبوا على ورقه الصعود. لي امور ما كتبتش باش البرمجه في واحد البرمجه واحد الوقت وين كانت عندنا مقابلات مصيريه، البرمجه لعبت دور سلبي لفريق شبيبه بجاية، وين ضيعنا الهدف العوده الى القسم الوطني الاول، وبتضيعنا البطوله
خلاص اون سي كونساكري بور لا كوب دالجيري. الحمد لله رب العالمين اليوم وفقنا ورانا في النهائي ولما لا كاس ثانيه تتويج الكاس الثانيه. بما ان الصدف اليوم راني لاحظ خزاره 11 سنة حتى اليوم يعني تلاقيته واحد 3 سنين في السعودية تلاقينا هكذا في السعودية وسينو صدف الشيخ خزار ذكرني كان حاضر هذاك الوقت الشيخ كان معلق وأنا كنت مناصر والعودة تاع فيصل علوي كان فيصل علوي كان معهم في التتويج هذا كان في التتويج لما لا تتويج ثاني لفيصل علوي. فيصل علوي رجل خفاء رجل خفاء هذا كان ذكرني انت كنت لابس نفس الكوستيم هذاك الوقت ولا كيف؟ سعد قادر شباب الوزداد راه في احسن ايامه ولكن ضمان البقاء لم يتم بعد، كيفاش رايح تسير ما تبقى من البطوله في ظل المباريات لانها كلها مصيريه بالنسبه لفريقك؟ بالنسبه لي لحد الساعه مازال ما وصلناش للهدف تاعنا اكيد اللي هو بقاء الفريق. انا بالنسبه لي مانيش نخمم كاع في لاكوب دالجيري ولا في لافينال ولا وقتاش، مانيش حاسب بهذا الحساب كاع بور لو مومون. بالنسبه لي لو بلوز امبورتون سي لو بروشان ماتش، خبيش عليكم باسكو جينا مهمه انقاذ الفريق. سي فري عندنا 30 بوان باقي سان ماتش، ماتش روتار، ثلاثه دوميسيل وجوج برا، مي انا بالنسبه لي من المقابلات ما تشابهوش وحتى واحد ما ضامن يربح اي مقابله ولو حتى في الملعب تاعه. زيد بعد بعد التاهل لافينال كوب دالجيري طبعا الشيء اللي نتخوف منه هو تخاف من الغرور بالنسبه للاعبين، نخاف ولكن هنا يجي الدور نخاف من قله التركيز ونخاف باللي اللاعبين يبقوا يخموا غير وقت يلعبوا لافينال وينساو باللي لوبجيكتيف نيمور ان تاع ليكيب هو المانتيان، وينساو باللي عندنا مقابلات مصيريه. سينو الشيء اللي خدمناه كاع من ديبي سيزون ما عنده حتى معنى، ابليتوم لا فاز روتور هذه ما عنده حتى معنى. فعلا. ولهذا نقول باللي غدو ان شاء الله نبداو التدريبات، لعبوا استفادوا ثلاث ايام راحه باسكو ما خفاش لعبنا كوميم تروا ماتش كابيتو في سبع ايام. لعبنا بريمير ديمي فينال، عاود لو 21، عاود لو 24 لعبنا مع الناد، عاود لو 17 سي سا لو 17 لو 21 لو 24. كلها مباريات مصيرية نارية اوتوماتيكمون. حسيت بالمقابلة الأخيرة تاع الكاس مع لا برولونغاسيون خلات يعني بعض اللاعبين لي سيكير كيما نقولوا احنا اوتوماتيكمون بغدو نبداو التدريبات باش نشوف الحالة تاع اللاعبين ونسطروا البرنامج تاعنا باش نحضر المقابلة الجاية متأخرة ضد شباب قسنطينة. أنت تعرف من ينقص فريقك ولكن قادر على تجاوز هذه النقائص بفضل خبرتك وحنكتك. ندخل إلى عالم المحترف الأول. بالنسبة لعالم المحترف الأول فيه مبارتين اليوم متأخرتين، الأولى بين نادي بارادو ونصر حسين عن الجولة 24 والثانية بين شبيبة الصاورة وشباب قسنطينة عن الجولة 18. نادي بارادو فق في مباراته أمام نصر حسين وصار يحتل المركز الثاني وراء اتحاد الجزائر بفارق نقطة واحدة. مباراة حضرها هشام سعدودي. بارادو شامبيوني، هكذا كانت الأجواء عند نهاية المباراة، احتفالية بقرب النادي من تتويج تاريخي بلقب الرابطة المحترفة الأولى موبيليس. نعم لأتلتيك بارادو. Il faut faire les choses tranquillement et pour après en faire les comptes. Les comptes c'est toujours la finale, c'est le dernier match qui va faire la différence. بينما في الجهة المقابلة الكل يتساءل ماذا يحدث للنصرية. أنا نتكلم بكل صراحة نقول بعد زوج مقابلات اللي رحنا فيهم تاع الزمالك وشباب بلوزداد يعني تاع لاكوب دالجيري ولاكوب لاكاف الفرقة من ناحية المعنوية راح تماما. أنا يعني بكل صراحة وهذا حب للفريق والثقة اللي كاين عند الجمهور والناس اللي معايا، أنا يعني نكمل في المهمة يعني ولكن راني نسوفري لأن باش تعاود ترد اللاعبين من الناحية المعنوية يعاودوا لي في لاكرينتا اللي كانوا فيها واللعب اللي كانوا فيه سي ديفيسيل، ولكن نتحملوا مسؤوليتنا لازم نكملوا. اليوم حنا كما يقولوا المانتيا قربنا ليه، لازم نعملوا بهذا الوضع وما نكونوش غير نقابلوا الصحافة ونقابلوا الناس كي نربحوا. اليوم أنا كمسؤول كمدرب نقابل نتحملكم مسؤوليتي.
المواجهة كانت تلوح قوية ومثيرة بين الدبابير المتألقة المندفعة والتي تلعب كرة قدم جميلة والنصرية التي خافت بريقها وقلت شراستها. المباراة استهل حكم بن عبد الله بدقيقة صمت رحما على فقيد الحمراوة وكرة القدم الجزائرية. أول تهديد كان في الدقيقة الخامسة، ركنية الموهبة الغزال الأسمر بودوي يسدد والحارس بوصوف ببراعة إلى الركنية، ثم نعيجي فعل كل شيء إلا التسجيل. في الدقيقة 35 من شوط المباراة الأول ومن المباراة مولي ينطلق على الجهة اليسرى يوزع، والمتألق الآخر بوزوق يسجل أول أهداف المباراة. ردوا النصرية الواحد والوحيد في هذه المرحلة الأولى كان عن طريق واجي الذي انفرد بمساوي، ولكنه فوت على نفسه وعلى فريقه فرصة تعديل النتيجة. في الشوط الثاني تواصلت إيقاعات وإبداعات نادي أتلتيك بارادو، كرة طويلة وكرة مرتدة، نعيجي ينفرد ويضيع بطريقة غريبة، نعيجي مرة أخرى ينفرد ويضيع أمام براعة وتركيز الحارس بوصوف، ولكنه يتدارك كل ذلك بهدف ثان بطريقة قوية وجميلة، هو الهدف الثاني له في المباراة والتاسع عشر له هذا الموسم. النصرية ومواقي حفظوا ماء الوجه بهدف التقليص في الدقيقة 89 من المباراة التي انتهت بفوز الأتلتيك الذي يقلص الفارق عن الرائد الاتحاد بنقطة واحدة. وكما شفتوا كانت مباراة صعيبة كونتر نادي بارادو اللي يعرفوا يلعبوا مليح بالون، وين ما وفقناش ربي باش نديروا ريزيلتا، مي هذا هو الفوتبول، كاين الرابحة وكاين الخسارة، واش نقولوا؟ نقولوا الحمد لله وخلاص يا خويا. الشيء اللي يفرح اليوم ما خسرنا مع فريق بارد اللي هو فريق يعني فريق كبير، ونشكروا على العمل اللي يقوم به اللي هو ماثل في الكرة الجزائرية. يعني احنا اليوم شفنا اليوم والمقابلة قبلها شفنا بعض الشباب يعني اللي نصر حسين دا يقدر يتكد عليهم، وكون شفتهم لي طوكاي لي عزي لي ناصف لي بوتمان اليوم لي زردوم، يعني بكل صراحة نصر حسين يقدر يولي. ما كانش الألقاب ماشي في وقتنا بك اليوم، الألقاب ما كانش مدة سنين، لازم نصر حسين دا نعاودوا نشوفوا وراه المشكل، وحنا نكملوا البطولة كما يقولوا لازم نكونوا احترافيين. انا شخصيا ما نهربش نكمل المهمه تاعي لاخر اجل. جو بونس كو سوتو نو زون في ان بون ماتش، جيني مي با بوكو لا لا لو ديبي دو ديزيام مي تان اي لو فينال دو بريمير مي تان، مي بارامون ا تو لي شوز كي لي ماتش دوموند نو افون جوي افيك اون غراند ايكيب اون ايكيب ديفيسيل. Et nous avons fait le match suffisant pour mériter la victoire. C'était un match difficile parce que avec les jeunes joueurs, la pression, les choses qu'on porte. وإنجاز غير مسبوق بالنسبة لنادي بارادو الذي صار ثانيا مصطفى مازا بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الأول، والنصرية أيضا لم تستفد ولم تستثمر في مباراتها المتأخرة. أكيد أكيد نادي بارادو يقلص الفارق إلا حتى نقطة واحدة، لكن المباريات المتبقية لنادي بارادو كلها مباريات صعبة، يلعب إلا مع النوادي لا يتلعب من أجل السقوط، يلعب مع الموب، يلعب مع إمليلا، يلعب مع تاجنانت، يعني كل هذه النوادي تصارع من أجل السقوط. وأنا دائما نقول مسعود أحبت أنه نلعب مع الفرق اللي يتلعب اللقب ولا مع الفرق اللي تلعب من اجل السقوط. حتى الذكري يقول لك نحكم التي تلعب اللقب وما نحكمش التي تلعب. اكيد 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 اكيد، لكن نظن انه في الجهه المقابله نصر حسين داي صحيح انه كانت عنده عده مباريات متاخره، اعتقد اربع ولا خمس مباريات، لكن لم يستفد بهذه المباريات، لكن في اسباب فريق لعب عده مباريات، لعب في عده جبهات، كثافه مباريات، بدايه كذلك مثله مثل سطيف وصاورة ونوادي اللي كانت معنيه بكاس رابطه ابطال افريقيا وكاس الكاف وكاس العربية بدأت المنافسة أو بدأت التحضير مبكرا. نظن أن كل هذه العوامل خلات أنه عدة لاعبين مصابين، وكأنه اللاعبين يعني خلاص انتهى الموسم، يعني كل هذه الأشياء دي أثرت على نصر حسين داي وعلى الفرق خاصة التي عرفت كثافة في المنافسات أن تتعود على مثل هذه الكثافة في المنافسات. تحكيمين محمد زكريني. بن عبد الله ميسوم اللي دار النصف النهائي تاع شباب الوزداد مع شباب القسنطينة، أدار كذلك اليوم نصر حسين داي مع الباك، لما هشام سعدودي صحفي زميلنا كان مونطي كنت حاضر معاه، يعني أدى مباراة جيدة، يعني ما كاش حالات تحكيمية تذكر، حتى المساعدين سيد سراج وسيد حسن سعيد كانوا في المستوى بدون أخطاء تحكيمية.
المباراة المؤجلة الثانية في هذا اليوم جمعت بين شبيبة الثورة وشباب قسنطينة وحضرها زميلنا خليل بن عيسى. شبيبة الثورة شباب قسنطينة مواجهة وفت بوعودها إذ عرفت تسجيل 4 أهداف كاملة. بحثت الشبيبة عن افتتاحها مبكرا فكثفت من محاولاتها. سعد عبد الجليل ضيع عند الدقيقة 6. بالجلال لم يتوقع وصول هذه الكرة عند القائم الثاني ليضيع بعدها سعد مرة أخرى وجها لوجه مع حارس الشباب. هذا الأخير الذي أنقذ مرماه من رأسية فرحي عند الدقيقة 27 ليتراجع رتم المقابلة ويتأكل حماسها قبل نهاية المرحلة الأولى بدون أهداف ليتأجل كل شيء إلى المرحلة الثانية. الشوط الثاني انتعش فيه اللعب. مهاجم الشبيبة سعد عبد الجليل راوغ وتوغل وضاعت فرصته من أمام الحارس ليمان. حاول بعدها زير حمار بهذه الكيفية من خارج منطقة الجزاء لتتمكن آلة الشبيبة من فك شفرة دفاع الشباب. عمل فني متناسق انتهى عند فرحي الذي أسكن الكرة الشباك مفتتحا عدد أهداف اللقاء وكان ذلك عند الدقيقة 67. رد الشباب جاء عن طريق بالخير ليضيع بعدها سعد عبد الجليل فرصة أخرى ثم بكبوك البديل قبل أن يتمكن فرحي هذه المرة من توقيعي الهدف الثاني له ولفريقه بهذه الكيفية الرائعة عند الدقيقة 85. الشباب بحث عن التدارك ليتمكن بهامبولا من تقليص الفارق قبل دقيقة واحدة عن نهاية الوقت الرسمي للقاء معيدا الأمل لزملائه. إلا أن ذلك لم يدم طويلا زير حمار يوقع هدفا جميلا في اللحظات الأخيرة من الوقت البديل ليتم فرحة الأنصار بانتصار يؤكد هذه المرة ضمان البقاء ويوجه الآمال نحو البوديوم. أصبح ما كان خسرناه في الشوط الأول ربحنا في الشوط الثاني الحمد لله سجلنا 3 أهداف وكنا قاعدين نسجل عدة أهداف في الشوط الثاني هذايا ولكن احنا فرحانين بهذه النتيجة اللي راح سمحت لنا باش نحققوا البقاء حاجة الأولى وثانية إن شاء الله راح نحضروا المباريات القادمة إن شاء الله بكل ارتياحية إن شاء الله. Donc on est dans une période difficile, il va falloir qu'on fasse face, qu'on reste solidaire, qu'on prépare les prochaines échéances et qu'on refasse bloc comme on avait fait il y a une période où on enchaînait les victoires. Bah, il faut que de nouveau tout le monde refasse les efforts pour pouvoir repartir sur une série positive. طبعا المدرب شباب قسنطينة توفيق قريشي يلخص وضعية فريقه. الفريق فريق راه منهار من ناحية نفسية بعد خروجه كما قال عدد المقابلات المرتفعة التعب خروجه من انهزام في كأس الجمهورية إقصاء من كأس الجمهورية صعب جدا هنا وين يصعب العمل تاع المدرب. العمل تاع المدرب ممكن ما يصعبش من ناحية التقنية ولكن نفس الشيء بالنسبة للسي عبد القادر العمراني. الآن لاعبين أنا أقول لك بكل صراحة يفكر لو تقول له واش تفضل البقاء أو كأس الجمهورية ممكن لنفسه يفكر في كأس الجمهورية لأن البقاء هدف النادي هدف النادي ولكن هو كأس الجمهورية ما تتكررش. عبد القادر أيضا عنده عمل ذهني كبير جدا لازم يقوم به مع اللاعبين. نفس الشيء المدرب لافان ده الخلاصة. الآن الفريق منهار نفسيا لازم عنده 33 نقطة بطبيعة الحال عنده مقابلتين متأخرتين ولكن ما مش ضمنهم بالنسبة للفوز راهو 33 نقطة قريب من عدد النقاط اللي يسمح لهم البقاء ولكن الأمور ما يسهلة. مصطفى مازا شبيبة الثورة عادة ما تحقق البقاء بأريحية أو تكون ضمن الفريق الأوائل ضمن الأوائل في البطولة يعني نقدر نقول الفريق يلعب موسمه براحة في البطولة يعني بشكل عام. لا أكيد خاصة عملية حسابية نقدر نقول لك أنه تقريبا ضمن البقاء تاعو. بقية المباريات لشبيبة الثورة بقية 5 مباريات يعني بعملية حسابية 15 نقطة
نقول انه شبيبة الثورة لو يلعب بالمنافسة او المباريات بكل هذه العزيمة والإرادة نضل نقول لك انه يقدر يكون على البوديوم، لكن صعبة نهاية الموسم بالنسبة لشبيبة الثورة او للفرق اللي يلعب من اجل البوديوم. ذكرني تحكيميا، ذكر ان الصور تصلنا ونحن في البلاطو. تفضل. بوزرار حب هكذا لان نخافوا كاش حالات تحكيميه وحنا رانا في البلاطو ما شفناهاش قبل، لهذا لابد نقولوا احنا في البلاطو وجاو الصور الحمد لله. انا شفنا اربع سي حواسي وعبد القادر راهم يسمعوا باش كما عاد فرق تعمل زعما تاني يعرفوا يعرفوا كلش وما تخممش عليهم، صرت عمراني يعرف يعرف هذا بالك دخل بارح هذا ما هو جديد عمراني عندي اكثر من 30 سنه وانا معاه يعرف. بوزرار حمول يدير بدون اخطاء تحكيميه بدون اخطاء تحكيميه، هذه خلاصات هذه المباراه. سعد القادر عمراني انتم ربما محظوظين مقارنه بفريق شبيبه بجايه في حال ما اذا كانت كاس الجمهوريه بعد نهايه البطوله انكم في اجواء المنافسه، هذا شيء مليح، ولكن في الجهه المقابله ضغط المنافسه ما ياثرش على الكاس او على المباراه النهائيه، لانه حتى الكاس بالنسبه للانصار هي صارت هدف رئيسي. أكيد بالوقت الحالي ولات هدف رئيسي للأنصار ولا الإدارة ولا الطاقم الفني ولا حتى اللاعبين، ولكن مقابلة البطولة نتمنى حاجة واحدة برك، يعني مادام ما عندكش لادات ما تنجمش تهضر باش تقول وقتاش تلعب ما تنجمش تعرف واش كاين واش ما كاينش، ولكن نتمنى أنك تنهي الموسم بدون إصابات هذا هو المهم. أيوا باسكو فترة قليلة لا تقول لي أفون 30 جوان اسكو راح نحب يعني أقصى حد أقصى حد 28 جوان أظن باللي كي تنتهي البطولة يوم 26 ماي تنتهي البطولة، واش اللاعبين يستفادوا براحة وتلعب دربوا باش النفسية تكون عندهم، ما يقدرش واحد يتكلم تاكم ما عندوش دات فيكس لازم يبني عليها برك، يعني ماذا بيه تكون عندكم تاريخ معين حتى تغطوا باسكو انا نتمنى باللي نلعبوا جيست على فان شامبيونا نتمنى. على كل بالنسبة لك سي بالقاسم، انتم ربما الامر يختلف، يعني الموسم او الاسبوع المقبل البطولة تاعكم تخلص، يعني ممكن تمشوا فسكم في راحه طويله الرابع من ماي لكن خلاوها حتى 28 جوان كاقصى يعني اقصى تاريخ نحن نونامري بيان تلعب البليتو بوسيبل ما يخليوناش وقت كبير سينو لي جوار يفون سونتير ديجا اون فاكونس الرابع من ماي خلاص الجوار لازم تكون فيه مقابلات المقابلات الكأس يلعبها باش ما في راسه ديجا ما يدخلش في الراحه هذه. فعلا هذا ما نتمناه، نتمنى تكون المباراه النهائيه في اقرب وقت ممكن. من مصلحه النهائي باش يكون نهائي في المستوى ايضا، ما لازمش فريق شبيبه بجايه بعد نهايه الموسم الرياضي ممكن يبقى اكثر من شهر هو بدون منافسه، يعني فعلاً حتى النهائي ما يكونش نهائي متكافئ والفريق ما يكونش في مستواه. فعلا على كل حال نتابع ترتيب الرابطة المحترفة الأولى موبيليس بعد المباراتين المتأخرتين اللتين لعبتا اليوم. في موضوع آخر، قامت أمس جمعية قدماء اللاعبين لوداد تارقة بتكريم لاعب ومدرب الفريق السابق سعيد الشرفي بإقامة عدة مباريات بحضور عدة لاعبين دوليين سابقين وأيضا عدة إعلاميين. هذه المبادرة حضرها سيف الدين بن زردة. بملعب تارقة البلدي بولاية عين تيموشن تذكر اللاعب والمدرب السابق لوداد تارقة سعيد شرفي الأيام الجميلة التي عاشها في خدمة الحركة الرياضية بالمنطقة، خدمات نال إثرها التكريم من قبل جمعية وداد تارقة لقدام اللاعبين. ككوني بالصغر تاعي وصم في ان غرون بليزير، ونشكر هذه الجمعية تاع لي زونسيان جوار تاع الواد تارقة اللي هما وما جراو فيها وداروا مساكين الجهد نتاعهم باش يلايمونا. المناسبة عرفت إجراء مباراة حضرتها عديد الوجوه الكروية السابقة التي أمتعت الجمهور الحاضر بفنيتها. أن الإنسان قدم كرة القدم هذا
خير مثال لاحم صابح. لاحم صابح هذا تما هذا كان ليه الفضل العليل مصابح، لعب عنده بزاف ايتو ويحب ايتو. حنا رانا فرحانين بالتواجد تاعنا هنا، كي انا كي الزملاء تاعي لي زونسيان ايتو. هذا اللاعب هذا مدرب كبير، مدرب قادر، هذا مدرب عنده تاريخ كبير، درب الفريق، لعب مع الفريق تاع وداد تارقه، لعب مع فريق حاسي زهانة، لعب مع فريق المالح، لعب مع فريق بيدو، لعب مع تنقل الى فرنسا، لعب مع فريق كليرمون فيرون، عنده تتويجات كبار، حصل على القاب كبيره مع وداد تارقه، 4 ألقاب، طلع الفريق، زهر الرياضه. مبادره تستوجب التكرار لتذكر كل من ساهم في تطوير الرياضه الجزائريه. طبعا هذه المبادرة أيضا حضرها أو كان موجود فيها محمد زكريني. نعم. وحكمت مباراة بين الإعلاميين وفريق تارقة. نعم، بدعم من هذه الجمعية، وكان حاضر معنا السيد يوسف طازي رئيس المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين، وكانوا عدة صحفيين، أمين عزوز، واللي هبني في هذه المباراة مراد وردي. تحية لمراد وردي القدر در، هو حكم المباراة بين الإعلاميين والقدماء ومشاها مليح مليح. الإعلاميين ربحوا. ربحوا الإعلاميين. مبادرة طيبة صراحة. مبادرة طيبة جدا. يعني كي يتفكروا الناس هذو صافي بليزير. ولو احنا ديفون نقولوا تارقة زعما. ولكن صافي فريمون بليزير باسكو. كي تذكروا الناس كبار وناس قدماء، كاين اللي ما يعرفوهمش، دوك اللي يعرفوهم يعرفوا بمدينه تارقه، ما كنتش عارف مدينه ساحليه، ما عندهمش طرطور، عندهم الطرطور عندهم الطرطور، صافي بليزير. طبعا تحيه للمنظمين ولعمي سعيد شرفي الذي يبلغ من العمر 79 سنه طول العمر وموفور الصحه والعافيه. في مبادره اخرى بمناسبه تاسيس جمعيه كهول الجزائر الرياضيه اليوم، وهي جمعيه وطنيه تضم الرياضيين والمدربين والاعلاميين على المستوى الوطني، هدفها من أجل محو النسيان والتكفل بالرياضيين والمدربين وحتى الإعلاميين وما قدموه من خدمات للجزائر. هذه المبادرة تستحق الذكر والتكريم. المبادرة انطلقت من مدينة القليعة، مدينة الفن والرياضة، حيث تم تكريم السادة زوب عبد الحميد لاعب جبهة التحرير الوطني والمدرب الوطني ومدرب مولودية الجزائر، أيضا عبد الرحمن مهدوي مدرب المنتخب الوطني العسكري. جبهة التحرير الوطني دارنا شهرة، الله يرحم اللي ماتوا على كل حال، واللي بقاو مازال فيهم المحبه نتاع البلاد هذه. وإنما اليوم انا هذا التكريم شفته هنا في مكاننا احنا، في مكاننا احنا من التلاميذ. انت الى القليعه حقا في المكان هذا المناسبه طيبه، لان القليعه مدينه تنقل مدينه الثقافه، لما تكون الثقافه والرياضه معناتها كاين اشياء كثيره، ونعرف اي مكان اي شخص لما يتبنى بالمبادئ الثقافيه والرياضيه مهما كان الظروف مهما اي ميدان انا نقول ينتصر وينجح في العمل تاعو. اقل شيء نقدروا نمدوه الناس هذه خاصه في المسيره الرياضيه تاعهم، يعني خلوا بصمات يسهلوا كل خير كل تقدير يعني لهذ الناس هذو، وحنا بادرنا بهذا الشيء ان شاء الله نكونوا في حسن النيه تاع الناس هذو، ان شاء الله ربي يطول في عمرهم. شكرا جزيلا. شكرا. مبادره اكثر من رائعه. مصطفى ما زحضت هذا المباراه لعبته ما ديتش معك زكريا؟ كنت حاضر، هو راح منا رحت منا. انا كنت تم تكريم ايضا نصر الدين دريد. نصر الدين دريد حارس مرمى المنتخب الوطني، كذلك الشيخ زوبا احد اعمدة كره القدم الجزائريه، وكذلك الشيخ عبد الرحمن المداوي مدرب وطني مدرب كذلك للعسكري منتخب العسكري منتخب العسكري. لكن المبادره هذه مبادره شيقه وتستاهل يعني باش ننوهوا بها وتمكنوا هاد الناس هذو باش يطموا عده لاعبين قدامى. كان بالخطوات، كان فويال، كان صالحي، كان بوسوني، كان بالخليدي فوزي، كان طاليت، كان بوطالب، كان حماده، وكانوا لاعبين اخرين لان ما قدرتش نذكرهم كلهم. على كل كان بلال زواني، كان بلال زواني. نظن انه الاشياء كما هذه نتمنها لانه راه يطم بين المدربين، اللاعبين، حكام، مسيرين، وهذا الشيء مهم بالنسبه على كل حال. مبادره تستحق التنويه، نتمنى ان تتكرر وتعمم. طبعا الموعد غدا سيكون مع الجوله 29 من الرابطه المحترفه الثانيه في البرنامج، مباريات قويه ومثيره سواء بالنسبة لأمر البقاء أو أمر البطولة، على اعتبار أنه لم يتم التعرف على الصاعدين الثلاث إلى الرابطة الأولى الموسم المقبل.
محمد ذكريني مباراة الجولة واش هي؟ كاين مباراتين اللي هما؟ وداك الإنسان اتحاد بسكرة، اتحاد الحراش، ولدية صعيبة. واحدة الفوق واحدة لتحت. البقاء والصعود. هذا العام عبد القادر يعني ما بانش أمر لا اللقب ولا النزول، يعني هذا مليح بالنسبة للناس يتبعوا بطولتنا. أكيد أكيد. سواء حتى في الرابطة الأولى والثانية. كيف خاصة كيف في الرابطة الثانية. كيف ولا فريق يعني صعد ضمن الصعود تاعو. هذا الشيء ربما اللي يميز باللي المستوى متقارب. فعلا. المستوى متقارب. ولو بصراحة يعني أنا كي نشوف القسم الوطني الأول بالنسبة لي ما شفتش أحسن من فريق بارادو. فعلا من ناحية اللعب. من ناحية اللعب ومن ناحية فنية الفردية تاع اللاعبين والسرعة في اللعب. صراحة يعني فعلا فريق مدرسة يشهد لها الجميع بالمستوى العالي وطريقة اللعب وحتى طريقة تنظيم بالنسبة للاعبين فوق أرضية الميدان. بالقاسم حواسي، الموسم هذا ما حققتوش الصعود، لكن هذا ما يخليش أنكم تفقدوا الأمل، يعني ما دام أنكم في الطريق أو ستلعبون النهائي وربما تتوجون، هذا أيضا يخليك ما تفكروا في الموسم القادم. والله يعني كان طولوا في الرابطه ثانيه بلك تنسى ولا ينساكم الناس. لازمش تطولوا فيها. والله يا شبيبه بجايه فريق ما يتنساش بيسك كان اول فريق دخل في الاحترافيه. احنا يعني في شبيبه بجايه المسيرين يزون يسيي دو متر لي مويان كيلفو صافي دير. شبيبه بجايه عندها المطعم تاعها، عندها منظم الفريق. منظم الفريق وان شاء الله احنا هذا العام لوبجيكتيف تاعنا كان باش نلعبوا نضمنوا البقاء. كنت جات عندنا فرص باش نلعبوا صعود، ما حققناش صعود، لما لا نحققوا كاس الجمهوريه هذا العام. والشيء اللي راح يونكوراجي باش نلعبوا العام الجاي ورقه الصعود. بصراحة من الناحية المادية هل الناس واقفين معكم؟ هل السلطات المحلية واقفة معكم؟ والله شو نقول لك، احنا بهذه المناسبة نشكر ولي ولاية بجاية ورئيس البلدية والبي ار بي وي، هما راهم يساعدونا، ونشكر سي فيتال وسومام، هما لي دو سبونسور بريفي اللي عاونونا. سينو من هذا المنبر ونلونس ان ابيل لي زاندستريال دو لا ولايه دو بجايا، بيسك ما كانوش يامنوا باللي في عامنا الاول نقدروا نديروا هذه النتائج. شيء يبين باللي حنا قمنا بعمل صافي دير اوني با لا بور جوتي دي فلور على انفسنا، مي الحمد لله النتيجه اليوم ورات باللي الاداره شبيبه بجايه واقفه ونلونس ان ابيل. هذا حتى انت اكتسبت تجربه الان، يعني الموسم القادم ربما يكون اسهل بالنسبه لك من هذا الموسم. والله المواسم تختلف صافي دير ان شاء الله يكون اسهل. المواسم تختلف، مي احنا صافي دير لازم كي يكون دعم مالي الفريق يرتاح، بيسك لو كان نعاود نهضر على المدرب قام بعمل جبار، لو ستاف تكنيك اللي تا روميرسي، بيسك نقص الامكانيات الماديه ما اثرش في العمل تاعو، كان شيء صعيب لكن قدر باش يسير باس هذه المشاكل الحمد لله. ما نقولوش ما كانش خلاص، حنا ونايسيي من جيوبنا حنا ونضوني، مي الحق الوقت وين ما قدرناش. لازم يعاونوكم، لازم يعاونونا. سي عبد القادر عمراني، في حال تحقيق اهداف شباب الوزداد، عبد القادر لازم ومفروض عليه يبقى مع الشباب ربما ربي عالم. ربي عالم تبقى ربي عالم. سعد علق سعد علق ما يقدرش تبقى مع السي نشار برك. حاجه الاكيده شرف لي كبير اللي اشتغلت في هذا الفريق، عرفت الرجال، نشكر اللاعبين باسكو صراحه يعني تعبوا معايا بزاف، نشكر خاصه ستاف تكنيك وعلى راسهم بريباراتور فيزيك اللي قوم بعمل كبير ثاني، طبعا الاداره اللي وفرت لنا الكبيره الصغيره صراحه يعني معنا ما نلومه، ولكن واحد ثاني كيما نقول انا نقولها واحد يتكلم دائما بالواقع، الواقع هي نهايه البطوله
ودير البيلون تاعو راه في البوزيتيف ولا راه في النيجاتيف ويبقى بضربي ان شاء الله راك في البوزيتيف. وصلنا ربما الى ختام البرنامج زكريني يعطيك الصحه. شكرا توفيق قريشي. نتمنى كل النجاح للفريقين. ما عنديش كاس الجزائر لازم يفوزوا بها بزاف. لا ما كاش منها الفريقين، ما كاش منها الفريقين. نجاح الفريقين، النجاح للفريقين والفوز للفريقين. الفريق اللي يفوز كيف بدا لاكوب نهنيوه. ما نتمناش نجاح الفريقين، نتمناو النجاح اللي يدير مقابله. لو يديروا مقابله في القمه، نهائي في القمه، نجاح للفريقين ان شاء الله. زكريا مبروك عليه واللي يخسرها مصطفى مازن. حط سعيد للفريقين للفريقين. بالقاسم حواس يعطيك الصحة وكلمة أخيرة ربما. والله احنا انا من هذا المنبر نشكر المناصرين اللي جاوا ساندوا الفريق شبيبة بجاية، والمناصرين كانوا مناصرين بيسك احنا شبيبة بجاية يتمثل القبائل، جاونا من كل مناطق القبائل، نشكرهم ونقول لهم ان شاء الله ما نخذلوهمش. لملا الكأس الثانية لشبيبة بجاية. وزكريا الضيف تاعك في النهاية. والله لازم يجوا الضيوف اللي كانوا في سنة 2008 لازم نبعث لهم. نبعث لهم. بصح زكريا لازم يبدل الكوستي. أو هكذاك يريح من الكوستي. لازم يعاود يولي لي زارشيف إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله تكون نهائي عرس. عبد القادر يعطيك الصحة. بارك الله فيك خويا. شكرا لك، جيت من بعيد من بعيد من بعيد. الطريق جيت على بالي. ما عليش حتى سي قاسم جانا من بجاية يعني. شكرا جزيلا على وصولكم ومشاركتكم وقبولكم الدعوة. ألقاكم سيداتي سادتي في مناسبات رياضية قادمة بحول الله. السلام على الجميع.